إذن من هذا المشهد المتفاعل نتوقف اليوم عند مشروع القانون الذي أقره الكنيسة بالقراءة الأولى ويقضي بمعاقبة عائلات المقاومين الذين ينفذون العمليات بالطرد من أماكن سكنهم، ونضع هذا الخبر تحت الضوء. أهلا بكم. فقد صادق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون طرد عائلات المقاومين ومنفذي العمليات، وحظي القانون بموافقة 69 نائبا مقابل رفض 38. وشهدت جلسة الكنيسة نقاشا صاخبا منع خلالها النائبان أحمد الطيبي وجمال زحالقة من النقاش، واعتبرت حركة حماس مشروع القانون دليل على فشل سياسات الاحتلال في مواجهة حركات المقاومة، ونددت الحكومة الفلسطينية برام الله بسياسة هدم المنازل. وللوقوف على تفاصيل هذا القانون وتداعياته، يسعدني استضافة العضو في الكنيسة الإسرائيلي، العضو العربي في الكنيسة الإسرائيلي، الدكتور جمال زحالقة، وذلك عبر الهاتف. دكتور زحالقة، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بكم. دكتور، ما الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو من إقرار مشروع قانون بهذا الشكل رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة؟ هل هي مجرد لعبة سياسية داخلية، أم أن المشروع يمكن اعتماده فعلا بالقراءتين الثانية والثالثة رغم تعارضه مع القوانين الدولية؟ يعني أنا أعتقد أنها تريد ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الانتقام، لأنه هذا يعني مشروع قانون انتقام من عائلات من نفذوا عمليات وليس من نفذ. الأمر الثاني هو الردع، هم يعتقدون أنه جربوا أساليب كثيرة ولم يكن هناك يعني أي ردع لاستمرار مقاومة الاحتلال. والأمر الثالث هو أن هذه حكومة يمينية تريد أن تدغدغ مشاعر الشارع الإسرائيلي الذي يتجه نحو اليمين أكثر ونحو التطرف ونحو العنصرية. هذه الأمور الثلاثة. القانون يعني هو قانون غريب من نوعه. القانون يقول سنعاقب من لم يرتكب، من لا نتهمه بأي شيء، ليس فقط ما فيش يعني مش انه أدين وان حتى ليس له تهمة، فلا يعني حاجة حتى عند القيام بإبعاد عائلة من نفذ عملية او من حاول تنفيذ عملية حتى لا حاجة لإثبات انهم يشكلون خطرا او كانوا يعرفوا او لهم علاقة بالحادث. معناها انه هذا قانون جاء ليعاقب الأبرياء حتى وفق القانون الإسرائيلي، يعني هم ليسوا متهمين بأي شيء. نعم دكتور. هناك معارضة لهذا القانون من قبل أجهزة أمنية إسرائيلية ومن قبل أطراف قضائية، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يعارضوا، لأنه يعتقدون أن هذا قانون سيؤدي نتائج عكسية. يعني أولا هو مستشار القضاء يقول أن هذا غير قانوني وغير دستوري، ولكن الأجهزة الأمنية تقول عن هدم البيوت أيضا وتقول عن أعمال من هذا النوع الإبعاد بأنها ستؤدي إلى تأجيج المقاومة وإلى تقويتها وإلى يعني ردة فعل عكسية. نعم دكتور جمال، لو سمحت لي، يعني في هذه الحالة ما أهمية إذن انتقادات المستشار القضائي لحكومة الاحتلال وانتقادات الأجهزة الأمنية التي تشاطره نفس الموقف؟ هل يمكن أن تؤثر هذه الانتقادات على إقرار المشروع القانون بشكل نهائي؟ يعني أولا القانون أقر بالقراءة التمهيدية وهناك حاجة لقراءة أولى وثانية وثالثة وستدخل عليه بعض التعديلات، لكن المجمل والسياق العام هو أنه هناك اتجاه في إسرائيل لسن قوانين أكثر عنصرية، قوانين فاشية، قوانين انتقامية، قوانين تضرب بعرض الحائط حتى أسس القانون، لأنه لا يوجد قانون في الدنيا عقاب بدون تهمة. يعني هذا أمر غريب من نوعه، وإسرائيل تخترع كل يوم قوانين جديدة، لكن لأن هناك السياسيين والقيادات السياسية في إسرائيل في حالة هوس يعني وحالة تطرف، يعني حتى متطرفة أكثر من بكثير حتى من الأجهزة الأمنية التي تحاول ضبط الأمور حتى لا يكون هناك ردة فعل عكسية على إسرائيل. يعني هم
حساب الأجهزة الأمنية وحساب الأمن الإسرائيلي فقط، لهن حساب القيادات السياسية وأيضا حساب الربح والخسارة في الشعبية السياسية في الشارع الإسرائيلي. وأنت تتحدث خلفية النقاش بينهم. نعم، وأنت تتحدث عن تداعيات دكتور جمال، تداعيات يعني ما هي النتائج والتداعيات المتوقعة على إقرار القانون في حال تم ذلك، وكيف تتوقعون تأثير هذا السلوك الإسرائيلي العدواني على الشعب الفلسطيني على استمرار المقاومة تحديدا في الضفة الغربية وتخويف الناس مثلا؟ إسرائيل جربت كل شيء. الآن هناك يعني أبحاث قامت بها الشباك الإسرائيلي تثبت بشكل واضح أن مثلا سياسة هدم البيوت، هدم منازل من نفذوا عمليات تأتي بنتائج عكسية ولم تؤدي إلى أي ربح للأمن الإسرائيلي. فلهذا السبب هم ليسوا متحمسين لهدم البيوت، مع أنه نتنياهو أعلن مؤخرا أنه سيقوم بهدم منازل كثيرة وأمور من هذا النوع. فالحقيقة نحن نتوقع أنه يمر هذا القانون، لأنه هناك أغلبية يعني عنصرية وفاشية في الكنيسة الإسرائيلي، وهناك اتجاه نحو بلورة إسرائيل أكثر تطرفا، أكثر يهودية، أكثر تمسكا بالاحتلال، في ظل السكوت العربي، في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل. الآن إسرائيل تشعر بحرية كاملة في كل ما يتعلق بالقمع في الضفة الغربية وبالقدس وبكل ما يتعلق بالعدوان على غزة وبالاستيطان وغير ذلك. يعني لا أحد يرتاحها. مرت أيضا قوانين تتعلق بتوسيع الاستيطان وبالسماح للإسرائيليين يعني بالاستيلاء على أراضي والاعتراف بها من قبل الحكومة. القانون الإسرائيلي، هناك يعني مشروع قانون ما يسمى قانون التسوية، أنه إذا أنت أخذت أرض وسرقت سرقة القانون الإسرائيلي يمنحك إياها. يعني أمر باعتقادي أنه أمام نحن إسرائيل تشعر بحرية، هذا هو الأمر الأساسي، وهذا أمر خطير أنه العالم لا يسأل عن القضية الفلسطينية اليوم. أوروبا ساكتة، أمريكا داعمي، وهناك جزء من الدول العربية للأسف تتواطأ مع إسرائيل. فكرة وصلت دكتور جمال زحالقة العضو العربي في الكنيسة الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدي الكرام نخرج لفاصل قصير، نعود بعده لنا.